طاوية من الممكن أن تكون حاضرة في أرضية الملعب. هذه واحدة هذه ممكن منها واحدة من المفاجآت والكرات. خطيرة. لأنه قادر على ذلك. هذا ما جاء به اليوم بعدما جاء بتمريرة ومرور من أمام فهد نصيب إلى أن جاء بتسديدة تسكن السباكة النصراوية لجوسي. وحاول هدف لفريق شبة السويسرا وفرحة عارفة. فيصل البريكي هو الورقة القادمة على أمامي براس العود.